هبدأ مع حضرتك بالتأكيد. كل الأحزاب أصلاً أجندتها دلوقتي جاهزة للحوار الوطني، لكن عايزة أرجع خطوة لورا في استقبال فكرة الحوار الوطني وجدواها. ما هو الأحزاب السياسية طول السنة بتلعب سياسة، بتشتغل سياسة، فإيه اللي هيفرق إذا جلسنا على مائدة حوار وطني؟ ومين الشخصيات الجديدة اللي حضرتك تحب تشوفها موجودة على طاولة الحوار؟ طبعا الحوار الوطني ده حاجة يعني مهمة جدا بالنسبة لنا كلنا والأحزاب كلها والمصر، فدي يعني فرصة كبيرة إن احنا فعلا نبتدي نتحرك بالتكاتف مع بعض، ونبعد عن التنزه عن الشخصنة والكلام ده كله. احنا عايزين يبقى في علاقة عمل حقيقية ونوصل بيها النتائج توصلنا لإنتاج حقيقي لهذا الوطن يعني. فدي نقطة طبعا كانت أسعدت كل الأحزاب أعتقد، إن احنا النهاردة في حوار وطني، في شخصيات مهمة هتنسق الحوار. وده بالنسبة لنا يعني فعلا شايفينه كان مطلب ضروري يعني. بقالنا فترة قاعدين زي ما حضرتك قلتي، الأحزاب قاعدة بتشتغل بقالها مدة، بس كل حزب يعني مقفول على نفسه، بيشتغل لنفسه وبيفكر في تفكير قد حدود الموجودة قدامه. لكن النهاردة الوضع بيختلف، احنا بنخش على العالمية النهاردة، بنتكلم في حوار وطني العالم كله هيشوفه وهيتابعه، بنتكلم على أداء يبقى له فعلا تميز. وإذا كان الأحزاب الموجودة هيبقى عندها فكر فعلا متطور وتقدر تدي أداء لهذا الحوار إضافة، يبقى ده المطلوب فعلا. غير كده هوت احنا مش عايزين يبقى حوار وطني مجرد بنكتب وبندي أوراق وبنتكلم ومفيش حلول لهذا الكلام.